فريدة، أنت عارفة أن أنا أخدت شاعر الغردقة 3 سنين متتالية قصائد طويلة؟ الله، طب قولي أدهم. الشعر بيقول قلبي ليكي سويت فول بورد، ولو قلتي آه يبقى صبرت ونلت فطارك بوفيه حنية، غداكي حب بالمهلبية، عشاكي طبق شركسية. بس أنا بحبها قوي، وآه لو توافقي تبقي ليا. ها، تحبي بقى تعملي تشيك إن؟ نعم. لا، ده رساء في آخر الشعر. شعر حلو ولا لأ ولا إيه؟ بص يا أدهم، بما إنها أول مرة ليك يعني فأنا هعديها لك، بس حسك عينك تقول شعري تاني في حياتك، ده نصيحه يعني بيني وبينك كأخت. أخت؟ ماشي، حاضر. ها أدهم، بعد كده لو سمحت ما تبعتيش مع حد أشيل له شنط غير لما تتأكد إنه هيدفع تيبس. لا، حاضر عينيا يا فندم، حاضر. تحب كمان أمضيها تعهد؟ أنت إيه؟ بتقول أي كلام؟ إيه يا جماعة، في إيه يا جماعة؟ ده أنا لو شايل شنط في محطة مصر مش هيحصل فيا كده. بطل دلع وتعالى معايا نشيك على الشنط اللي في المخزن. يلا. على فكرة مستر فارس كان بيسأل عليكي. علي أنا؟ أيوه، قلت له في الريسبشن، قال لي جاي لها الوقت. طيب انا هدخل اشيك على الايميلات اللي جوه. انت مش كنت رايحه تشيكي على الشنط؟ انت مالك انت يا اخي، نسيت. قول لي كلمك مال. انا الله، شفت عملت ايه لما قلت لها مستر فارس بيسال عليكي؟ ممكن تسكت خالص عشان انت بتقول لها مستر فارس كل شويه وهي تقعد تتجنن وتاني داخله اشيك البتاع؟ مبسوط حضرتك؟ على فكره في بنات غيرها كتير في الفندق. وعلى فكره انا قلت لها الشعر اللي انت كتبته لي. ايه رايك؟ زبطتك. ده انت زبطتني تظبيط. زبطت انا كمان. عينيا، بص يا سعيد، 3 ثواني لو لقيتك قصادي يا رب يا رب خليها تحبني. حلو وزي القمر اهو. ماله ما بيفكرش فيا ليه؟ فريدة. ايوه. انا جيت في وقت مناسب يعني. طب بصي، انا عايزك تقعدي عشان عايزك في موضوع لوحدنا. حاضر. ايه بقينا لوحدنا اهو. فريدة، انا انت ايه؟ انا كنت عايز اسالك، هو فعلا الاوتيل مديون؟ ها؟ البنك فض شراكته معانا بقاله كام شهر اصلا، واحنا من ساعتها بنسدد في حصته. يبقى كده بقى لازم اتجوز قبل شهرين فعلا؟ طبعا. بس ازاي هلاقي عروسه بالسرعه دي؟ يعني لو انت هوافق فورا حتى لو كنت لسه ما تعرفنيش كويس. عرفتك والله، قصدي يعني العروسه هي اللي هتكون عرفتك. طب حتى لو عرفت ان انا عايز اتجوزها عشان فلوس جدي؟ لو بتحبك بجد عمرها ما هتبص للاسباب دي. طب لو انت مثلا يعني مثلا تتجوزيني؟ انا بقول مثلا يعني. هوافق والله العظيم، هوافق على طول. بس في مشكله يعني. انا انت ايه؟ احلف ان انت مش هتطلع السر ده بره خالص. وحياه سيد المرسب والعباس ما هقول لحد. انت مش هتعرف تتجوزني قبل 3 شهور. 3 شهور ليه؟ انا في العده. عده تصوتك، وانا مش لسه بقول لك بيني وبينك محدش يعرف غير انا وانت. محدش يعرف ان انت متطلقه ولا حتى متجوزه؟ ازاي يعني؟ هقول لك، انا جيت هنا من حوالي 6 شهور وكتبت عليهم وقلت لهم ان انا مش متجوزه. جدك اللي حطت الشرط ده اصلا في الوظيفه، وقال اللي تيجي لازم تبقى انسه. وجدي ازاي يحط شرط زي ده؟ والله شوف بقى، هو جدك ولا جدي؟ طب اتطلقتي امتى وليه؟ من حوالي اسبوع كده، لما جوزي عرف ان انا بنزل الشغل بقالي 6 شهور من وراه. حتى دي كدبت فيها؟ ما سيبني لوحدي على طول في البيت، عايش في سنغافورة وبيشتغل هناك. يعني مفيش حد في الأوتيل يعرف انك متجوزة؟ لا محدش. وانت قلت ان انت مش هتقول لحد ومش هتطلع السر ده بره، صح؟ ايوه. يا رب العروسة الوحيدة اللي سهل ان انا اتجوزها تطلع في العدة. بتقول حاجة؟ لا، كنت بكلم جدي. الله يرحمه. الله يرحمه. ايه يا عم؟ شايل طاجن سنتك ليه؟ مفيش. انت مش اتكلمت مع فريدة؟ اتكلمت. اكدت انها بتحبك؟ جدا. اوبا، كده جيب المأذون ونكتب كاتب الكتاب حالا. استنى بس. ايه؟ اصل انا بصراحة مش هقدر اتجوزها. بس انا عرفت.
طلعت اختك في رضاعه. يا عم اختي في رضاعه ايه؟ امال ايه؟ بصراحه بقى مش نازله لي من زور، ما تشوف لنا عروسه ثانيه. يا عم انت شايفنا متخبط في عرايس يعني؟ انا عايزك تنزل الصبح بس تدور وتسعى كده، واكيد ربنا هيرزقنا. لا 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 لا، ده مش شكل واحد صاحب اوتيل، ده بياع غزل بنات في السيده زينب. صدقني مالها فريده يا عم، تفهمني بصراحه. مطيوره. طيوره؟ لا لا، الموضوع في إهنا احلق شنبي. الموضوع في إهنا، ما تقول لي يا عم جيب من الاخر. يا اهلا وسهلا، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، الاوتيل كله نور يا فندم. عندكم غرف فاضيه؟ هو احنا عندنا غيرها؟ اتفضلي اتفضلي، هتتبسطي جدا عندنا هنا في الاوتيل. احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد والله. كل سنه وحضرتك طيبه، منوره يا فندم الاوتيل. اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. حضرتك اول مره معانا في فندق؟ واخر مره فندم. لا ما تشيلش في بالك. اسمح لك يا مدام؟ أنسة. سوري يا فندم، اسمح لك يا أنسة؟ رئيسة. تمام. رئيس عبد تواب. تمام. عبد صبور عبد صمد. تمام. عبد حميد عبد مجيد. لا ربنا يخليهم لك، كفاية يا فندم خلاص. لا اكتب عبد مجيد بيزعل. هكتب يا فندم عبد مجيد، يبقى رئيسة عبد مجيد عشان ما يزعلش، صح كده؟ لا يا فندم. لا أنا مش عارف أزبلها، هي الهمزة فوق ولا تحت؟ ممكن نكتب اسم دلع؟ جلع؟ واه ده كده هلع. أنا هتصرف، منورانا الست الكل، أنا هتصرف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في حاجة يا أستاذ؟ لا خالص، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا فندم منورانا، وتفضلي حضرتك، ده كارت الغرفة مع تحيات فخر الغردقة. مين فخر ده؟ ده يا فندم سائح نرويجي انبسط مني جدا، فدخل على صفحة الفيسبوك كتب أدهم ده فخر الغردقة، فحطوني في الريسبشن. فحضرتك لو انبسطت مني استأذنك بس خشي اكتبي أدهم فتى الغردقة المدلل. يا فندم ممكن أترقى في حتة تانية خالص، حضرتك هنا في الفيسبوك وتريب أدفايزر. لا اله الا الله، ربنا يشفيك اكتر من كده، وربك بيزيح. زيح؟ هو حضرتك معكيش شنطه؟ لا مش مشكله، احلى حاجه هنا عندنا في الاوتيل ان البقشيش انت وزمتك. في حاجه يا استاذ؟ لا لا لا، تنورت يا فندم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بقول لك ايه، هي الغرفه اللي عطوهاني دي قريبه من الحاجات العفشه اللي بتحصل في الفندق؟ حاجات عفشه؟ احنا ما عندناش حاجات عفشه يا فندم. اتفضلي اتفضلي، اوري لحضرتك الاوضه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. منورنا يا فندم، منورانا، منورانا يا ست الكل. انا بقول ايه لمين برضه؟ فيسبوك ايه اللي تخش عليه؟ يا متر يا متر يا متر، ما يصحش يا متر، عيب، انت الست كنت هتاكلها بعينيك. الله، احنا ما بنصدق لها زبون. بقول لك ايه يا ادهم؟ نعم يا فندم. هي اسمها ايه؟ اسمها رئيسة. رئيسة؟ اه. مش بطال. مدام ولا انسة؟ انسة. هايل هايل. جايه لوحديها ولا معاها حد هيقرفنا؟ لوحدها. فهمتك يا لبس، فهمتك. هتهزر ليه يا ادهم؟ لا اوتيل محترم. حاضر يا فندم. سوري يا فندم. هزر ولا ايه؟ بعتذر يا فندم، بعتذر. انا هروح ابلغ فارس حالا، هقول له دلوقتي. تمام يا فندم. يا رب يا رب بقى عقده مستر فارس تتحل، عشان انا عقدتي بعديه تتحل على طول. يا رب. عقده مين اللي تتحل؟ لا ده واحد زميلي، صاحبي، صاحبي بيحب واحده زميلته حلوه قوي، بس هي غبيه خالص ومش حاسه بيه. يا رب تحس بيه. ما علينا، الست اللي كانت موجوده هنا اسمها ايه برضو؟ رئيسه. مدام ولا انسه؟ مدام مدام. مدام. لوحدها ولا معاها حد؟ لا معاها جوزها، معاها جوزها جدا. فين؟ راح الداون تاون بيجيب باكو شاي. ده من قله الشاي عندنا. لا ما هو بيحبه مستورد، عم جيت تي، هو بيشرب عم جيت تي. كويس، بس برضه احنا لازم نخلي راسنا في وسط عينينا. هو انت الامثله دي عارفاها ولا حد بيحكي لك عليها؟ عشان بس ما حدش يتريق عليك يعني. ليه؟ لا اصل هي بتتقال عينينا في وسط راسنا. بجد؟ اه. مالكش دعوه، المهم نخلي بالنا وخلاص. يا رب يا رب تخلي بالك بقى. هاي اتفضلي يا فندم،
هي اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. الغرفه نورت، الغردقه كلها نورت يا فندم، الغردقه كلها نورت. استغفر الله العظيم، ما بسلمش على رجاله. في حاجات اهم من السلام. فهمت. خلي والله يا فندم انا اخدم حضرتك من غير اي حاجه. اتفضل. ايه ده يا فندم؟ انا عامل بيها ايه؟ ابيعها في الحسين دي ولا ايه؟ لا، سبح بيها، اذكر بيها ربك. ما انا بسبح على ايدي يا فندم. احسن، هات، وفرت. ايوه كده، خلينا في الكاش احسن. كتر الله من امثالك. ومن امثالك. استرها يا رب. الحمد لله على السلامة يا أخت رئيسة. طبعا أكيد أنت دلوقتي وصلتي للفندق الملعون. أنت عارفة أنك أمامك دقائق معدودة وحتبقي في زمرة الشهداء الصالحين. أحياء عند ربهم يرزقون. نحن من السابقون وأنتم اللاحقون يا مولانا. اسمعي يا أخت رئيسة، أنا عايزك بهدوء تفجري نفسك في وسط الأوتيل. الفندق الملعون ده تفجري نفسك في وسطيه. الفندق اللي بيبيع الخمور، اللي بيستقبل السائحات الكاسيات العاريات، اللي بيسهل الدعارة بكل اللغات. والله أنا ما خايفاش غير على أخوي عبد القوي. أنت عارف يا مولانا ملوش حد غيري. ما تقلقيش على عبد القوي، ده في عينينا. إحنا حنعلمه أحسن تعليم. إحنا بالفعل من دلوقتي قدمنا له في مدرسة عثمان محرم الابتدائية المشتركة. يا بخته. بارك الله فيك يا مولانا. بعد هالك وبعد هالك عاد يا رئيسة تمسك كده. شرف الشهادة أغلى من متع الحياة. أيوة جاية. حاضر. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ده كومبليزون من الأوتيل. واه، كومبليزون؟ لا، الكومبليزون ده يجي بعدين، احنا لسه في فترة التعارف يعني. لا، دي هدية، هدية من الأوتيل. ثانية واحدة. اتفضل. ايه ده؟ بقشيش. طب بذمتك ده شكل واحد ياخد 2 جنيه بقشيش. ما انتوا ما بتحبوش السبح. لا حضرتك فهمت غلط. أنا فارس قنديل، صاحب الهلومة دي كلها، صاحب الأوتيل. ما تأخذنيش، بس صاحب الفندق جايب لي الفاكهة بنفسه؟ ما هو ده أنا مش بعمله مع أي حد، ده بس مع الناس اللي يكون وشها سمح زي حضرتك كده وأمارات وحلوين. استغفر الله العظيم. اسمحي لي بقى النهاردة إن أنا أعزم حضرتك على كوكتيل في الجنينة بتاعت البيتش بار، نقعد نشرب 2 كوكتيل مع بعض. بار؟ ممكن؟ استغفر الله العظيم. لا لا، كوكتيل عصير يعني، فواكه على بعض. فهمت. يعني احنا هناخد الفاكهه دي ونعصرها هناك؟ لا لا لا، هم عندهم الفاكهه بتاعتهم. حضرتك خدي انت الفاكهه دي وعصريها عندك بمعرفتك. كتر خيرك. وخدي كمان حضرتك ال 2 جنيه بقى، ملهمش لازمه. كتر خيرك. خساره يتفجر ده. مع السلامة مولانا، نورت الأوتيل، مليته سعادة وخير وبركة وبقشيش وتبس. بالنسبة للتبس بقى ما تشيلش همه، لو ما دفعتوش وانت داخل ادفعه لي وانت خارج. هديك اللي انت عايزه، بس ادعي لي اخرج من هنا على رجلي. اي على قدمي. ادعي لي انت يا مولانا، انا بمر بظروف صعبة قوي يا مولانا، والعيشة مرة والحالة ضنك وعليا ديون. خلاص خلاص، اتفضلي المفتاح بتاعكم، مشيني من هنا بسرعة. ايوه كده، فرحت قلبي يا راجل. والله المكان ده ما هو قيمتك، قيمتك اكبر من كده بكتير. اتكل على الله. الله يكرمك. تيكي على فين؟ راح فينا مولانا؟
انت عايز تمشي من ورايا؟ هستنى ايه تاني يا متر؟ المره اللي فاتت حطوا لي منوم في الشاي، المره الجايه هيحطوا لي سم وانا ما بحبوش، اي لا اريده. لا المره دي ما حدش يستجرى يهوب لك تاني، ولا ايه يا نسا فريده؟ طب خلاص خلاص يا متر، صاحبك فارس ما بيلوش جواز. لا انت بتقول يا مولانا، العروسه ظهرت اخيرا. نعم، مين عروسته دي؟ الانسه رئيسه. انسه؟ ادهم قال لي انها مدام. بيضحك عليكي، دي ما بقالهاش نص ساعه لسه واصله. ما هي حلاوتها في حموتها. انت متاكد يا متر انه هيتجوز النهارده؟ اي يوم يا مولانا. خلاص هنكتب الكتاب وهنعلي الجواب ومش هتدفع الحساب، ايه رايك؟ يا رب يا رب الارباب. كده يبقى ضاع علينا البقشيش. تدعيت عليا ولا ايه يا مولانا؟ متاكد متاكد؟ استهدى بالله كده، اطلع خد دش وكوبايه برتقال وروق نفسك كده. يا رب اللهم اخرجني من هذا المكان على خير. يا رب. هيا هيا من ورا يا انسه فريده. سيلا كوكتيل مادموزيل. على الله يجي فايده. بس يا ابني كان بيقول لك ايه؟ لا هو بيقول ان هو ارتاح لك قوي يعني. لا انا ما قلتش كده، انا بقول على الله يجيب فايده يعني. يلا روح روح شوف وراك ايه. يلا والله الحقيقه الاوتيل كله ارتاح لك يا انسه رئيسه. والله ده احنا هنريحوكم كلكم. نعم. لا ايه، لسه خايفه برضو يكون في خمره؟ لا جواف على منجا. على شويه كحول خفاف كده. واه لا لا بهزر معاكي بهزر معاكي. برتقان برتقان اهو. برتقان وفي فراوله كمان. ايوه فراوله. بتبص على ايه؟ امال فين الكاسيات العاريات؟ نعم يعني فين الحريم اللي لابسين لباس البحر؟ لباس البحر؟ انا اعرف كلب البحر، انما لو مؤاخذه لباس البحر دي ما اعرفهاش. يعني فين الحريم اللي بيلبسوا لمؤاخذه المايوهات؟ لا ما احنا عاملين هنا نظام للاوتيل، الرجاله بينزلوا لوحدهم. والحريم؟ لا ما هناش في اول يومين دول، ما فيش حريم في الاوتيل غيرك. يعني لا منكر ولا كاسيات عاريات. هو حضرتك جايه تبوزي عندنا؟ جايه تفقدي عندنا يعني؟ استغفر الله العظيم، لا طبعا. على فكره احنا اوتيل محترم يا انسه رئيسه. الظاهر كده فعلا، فندق محترم يا استاذ فايز. لا مش فايز، فارس. عايزه تفتكريها؟ فارس. بصي بقى بصراحه اخلاقك الجميله دي شجعتني ان اقول لك على حاجه حلوه قوي. اتفضل خير. تقبلي تتجوزيني؟ وفي ايه؟ انت بتبصي على ايه؟ حضرتك بتكلمني انا؟ ايوه هو في غيرك؟ انت بتقول لي انا الكلام ده؟ ده انا واصله ما بقاليش ساعه. لا ما احنا يعني احنا هنتخطب الاول وبعدين نتجوز كمان ساعه. اخش دنيا؟ ده انا جايه عشان اخش اخره. افندم معذره، اصلي ما بفكرش في الجواز واصل. معقوله؟ معقوله واحده في جمالك ورقتك وطعمتك دي مش بتفكر في الجواز؟ انت بتبصي في... انا بقول لك انت بتقولي انا؟ بس الدنيا دي ما فيهاش حاجه تستاهل ان احنا ندخلوها غير الجهاد في سبيل الله. ما احنا هنتجوز يعني هنجاهد برضه وهنخلف وهنجاهد ونخلف نجيب عيال كتير ونتعب في تربيتهم، كل ده جهاد اهو. ما عارفاش اقول لك ايه. انا هدفع 100,000 جنيه مهر و100,000 جنيه زي يوم مؤخر و50,000 جنيه شبكه. واه هتتجوزني بربع مليون جنيه؟ ايه قليلين؟ خلاص خلاص نخليهم نص مليون جنيه. واه واه ايه مالك؟ واه الجوافه فيها خمره؟ الجوافه؟ انت دختي من الجوافه ولا ايه؟ لا ممكن تدينا فرصه افجر؟ ايه؟ قصدي يعني افكر. ماشي خدي راحتك على الاخر، انا هديك نص ساعه.
يا اهلا وسهلا يا اهلا بشاينا وناس تشاينا منور الدنيا كلها يا فندم. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الرشاقه دي؟ الله الله. شكرا شكرا، انت ترغي كثيرا، لماذا كل هذا الرغي؟ احنا في عيد يا فندم النهارده، انا اول ما شفتك قلبي انشرح لك. ايه الجمال ده؟ شكلها هتصهلي معاك يا سعده ولا ايه؟ السلام عليكم. تحياتنا هي السلام كما ترى. ايه مرت الكومبك ده؟ فعلا هذه فراسه اهنيك عليها. انا فعلا نورت الكومبات، ولكن انا قريب سب زيرو. نورنا يا فندم نورنا. سعيد انت جايب لنا سلاح من الصين؟ يعني انا كنت جايبه من بيتنا. ايوه بس هو في صين عنده شنب كده؟ يعني مفيش رجاله شنبات في الصين. طب ماشي يا سيدي، لو طول دي موجوده في الصين. اه ما في سور الصين العظيم. ايوه صح. انت بتهبد يا سعيد، اسكت خالص اسكت. يا فندم حضرتك نورتنا ونورت مصر ونورت الغردقه ونورت القاهره. القاهره يا سلام، القاهره ونيلها وليلها وطول لياليها. أنا أخب مصر كتير. وخب عمرو دياب. هذه فراسة أهنيك عليها. والله لا أخبك موت وأخب برج الخوت. الخوت صح؟ الحوت يا فندم. يونج يونج. شفت وقعنا بقى. يونج يونج دي أنا أفهمها إزاي؟ أنت بتفهم صيني؟ ما أنت عارف الصيني بتاعي مكسر. طب بيعرف يتكلم إنجليزي؟ ما أنت عارف الإنجليزي بتاعي متدمر. يعني أنت مش عارف أي حاجة خالص؟ لا عارف. إيه؟ شكله كده جاي يشرب حاجة. أنت صح، الراجل خد الطيارة وشنطته وجه لغاية هنا عشان قادر ياخد القهوة بتاعته عندنا. ده أنا هعيط منك بالدموع. دموع. دايما دموع دموع دموع. انت خيب محمد بحر. عذرا هذا حماد هلال. وهنئك هذه فراسه منك. يونج يونج. لا ما انا مش هفهم يونج يونج دي. طب انا هتصرف. علوي مين؟ تعال عدو. ايه مش انت مش كنت مصاحب واحد صيني في الفجر؟ في ايه؟ ما هذا؟ أتربون عدوي هنا؟ نعم نربي عدوي هنا، ولكن هذا من النوع الشرس، ممكن أن يهبش في الزبون. لا إنه لا يهبش في الزبون، إنه أليف جدا. عدوي أنت مش كان ليك واحد صاحبك صيني في الفوج اللي فات الصيني؟ الله يرحمه مات في عز شبابه والله. كان مات عنده كام سنة؟ 101. لا فعلا في عز شبابه، ممكن تشوف الراجل عايز يا جدعان أنتوا صدعتوني، في أوضة سنجل ولا أتجنن عليكم؟ ده صيني من الطلبية؟ فعلا هذه فراسة أهنيك عليها. أنا كنت أعيش في الطلبية وفيصل والأماكن الضخمة. إذا نعرف نتعامل مع بعض. حضرتك الغرفة عايزها سنج سنج ولا دونج دونج؟ دونج دونج. مام مام ولا بح بح؟ بح بح. دفع دفع كيف كيف؟ دفع دفع فيش فيش. إنه يقصد طريقة الدفع، فيزا ولا كاش ولا شيك شك شوك. شيك شك شوك. أنا لا أفهم شيء من هذا العدوي. عذرا عذرا، أنت بتتدخل، أنت عارف تتكلم صيني يا ابني، أنت اسكت أنت. اتفضل يا فندم، كارت كارت. شكر شكر. عفو عفو. أوضة أوضة. وصل وصل. هري هري. غريبة إن هو فهمنا. معقولة؟ معقولة واحدة في جمالك ورقتك وطعمتك دي مش بتفكر في الجواز؟ أمال لو كان شافك من غير حجاب يا رئيسة كان قال إيه؟ كان اتجنن. واه بعد أهالك يا رئيسة، كلامه الحلو نساكي البلوة اللي أنت لابساها ولا إيه؟ فندق الملعون ده تفجري نفسك في وسطيه، الفندق اللي بيبيع الخمور، اللي بيستقبل السائحات الكاسيات العاريات، اللي بيسهل الدعاره بكل اللغات. لا ما هناش في اول من دول، مفيش حريم في الاوتيل غيرك. امامك دقائق معدوده وهتبقي في زمره الشهداء الصالحين. ما احنا هنتجوز يعني هنجاهد وهنخلف وهنجاهد ونخلف ونجيب عيال كتير ونتعب في تربيتهم، كل ده جهاد. ما تقلقيش على عبد القوي، قدمنا له في مدرسة عثمان محرم الابتدائية المشتركة. أنا هدفع 100,000 جنيه مهر، و100,000 جنيه زي يوم مؤخر، و50,000 جنيه شك. واه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرأيك يا أخت رئيس؟ أنت لسه عايشة؟ أنت ليه ما فجرتيش نفسك لحد دلوقتي؟ أصلي ما شفتش عنديهم لا خمرة ولا كاسيات عاريات. ما هو انت مش هتلحقي تشوفي كل ده في ساعة واحدة، كل ده جاي في السكة، اتكلي على الله يلا وفجري بسرعة. أنا أصلي أول مرة أفجر، خايفة قوي. يا أختي رئيسة ما احنا شرحنا لك، الحكاية سهلة خالص في خطوتين. أول خطوة هتقتحمي، الخطوة التانية بهدوء تدوسي على الزر، تلاقي الدنيا اتفجرت وزي الفل مفيش حاجة. صح والله. إذا كانت الحكاية سهلة كده تعال أنت البس الحزام ودوس. وبعدين بقى أنت هتخليني أغير رأيي فيك يا رئيسة ولا إيه؟ هو أنت فاكرة إن الجنة ببلاش؟ خلاص هفجر. سلام. في أمان الله. ألو أستاذ فارس؟
أنا موافقة على الخطوبة. يا مرحب يا مرحب يا مرحب، يا أهلا وسهلا، يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. إحنا النهاردة في عيد يا فندم، في عيد فعلا. يا أهلا بمنتجات الصينية والألعاب الصينية والناس الصينية، بنسمع دايما عن كرامكم وأخلاقكم، نفسي نشوف حاجة من الحاجات ديت يا فندم. يا كفى كفى يا أخي رغيا، لماذا ترغي كل هذا الرغي؟ فلتذهب إلى الجحيم كي أنام. أريد منك طلبا صغيرا. وما هو هذا الطلب؟ كنت أعاني من النحافة منذ الصغر، إلى أن تم اكتشاف دواء فعال في الصين، دواء مدهش، دواء مبهر، دواء منجز. أرجو منك أن تحضره لي. ولماذا نحضره من الصين وأنتم عندكم الحل الباهر؟ ما هو؟ مربة خرز البقر. هذا تحوير أنا أفهمه جيدا، أنا صايع بحر، أنت تحور من أجل التبس، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي. برا برا من بلا يا أولاد الأبلسة، أنتوا واكلينها ولعة، ده المنتجع شغال. ماشي يا فارس، أنا هحصر كل الأموال اللي داخلة وخارجة من هنا، لو بعد 20 سنة هتجيب الفلوس. معلش يا فندم، ألاقي مربة خرز البقر فين؟ في أي زريب البقر. برا. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور، والله قمر بدر منور. كتر خيرك. عارفة؟ والله لولا قلبي اتفتح لك ما كنت جيت لك من وراهم أبدا دلوقتي. خير إن شاء الله، اتكلمي. سمعت انك هتتجوزي مستر فارس، فقلت اجي احذرك. مفيش ست بتيجي هنا الا لما يقول لها انا عايزه اتجوزك وتوافق. ساعه ساعتين والله ما بتكمل الثالثه، اول ما بتعرف حقيقته تاخد بعضها وتجري. ما فهماش تقصدي ايه؟ يعني ايه تعرف حقيقته؟ ما انا جاي احذرك من ايه؟ من الاخر كده مستر فارس بيمشي وهو نايم. واه وماله، هي دي يعني حاجه عفشه؟ طبعا عفش، انت مش هتبقي مراته؟ هتبقي نايمه جنبه؟ مش خايفه اللي يغزك بينفك كده ولا بسكينه كده ولا يخنقك وانت نايمه؟ صح عندك حق، بس انا ما خايفاش، هبجربطه في السرير. اربطه؟ طب بصي بقى، ما وقفتش على كده وبس، من الاخر صاحب كاس. وماله؟ ربنا يهديه. طب خدي عندك التقيلة، مفيش ست فيكي يا غردقة إلا وعدت عليه. إن شاء الله بعد الجواز ربنا يهديه. بس أنت مستبيعها بقى بعد كل اللي قلتهولك ده، مش خايفة منه؟ واه، ما أنت كمان ما خايفاش منيه وعايزة تتجوزيه، صح؟ أنا؟ ما حصلش، مين قالك الكلام ده؟ المتر غلاب قال لي خلي بالك يا رئيسة، فيه هنه واحدة اسمها فريدة بتحب الأستاذ فارس وحتموت عليه، بس هو مش مستعنيها يا كبدي، وكل ما يجي له عروسة يطفشها بقى كده. طب والله لو وريه مين؟ فارس ولا غلاب؟ التنين. لا خليك في غلاب، مش هسمح لك تمسي شعرة واحدة من فارس خطيبي. طيب أبقى خطيبك خلاص؟ بتقولي حاجة؟ ما بقولش، ممكن امشي؟ اتفضلي. اذنك اذنك معاكي الشملوله المعدوله. مش هتعرفي تخلعي الحزام، ولو ما فجرتيش نفسك بنفسك الحزام هيتفجر تلقائي بعد 12 ساعة من دلوقتي. يا دي الواجع المطير الطير، الله يرحمك يا رئيسة، ما فاضلش غير ساعة زمن واحدة بس. واه وطنك يا زعفران، ما لقيتش يعني غير الرنة دي وانا كنت يعني ناقصة. الو استاذ فارس. استاذ؟ معقولة نبقى مخطوبين وتقولي لي أستاذ؟ معلش لساني ما مطوعنيش أقول غيرك ده. وأنا كمان بصراحة بقى قلبي مش مطوعني نفضل مخطوبين لغاية دلوقتي. بقولك إيه؟ المأذون عايز يجوزنا خلال ساعة من دلوقتي. إيش عجب يعني ساعة؟ أصله بصراحة عايز يروح لمراته، وكمان أنا مش هلاقي مأذون غيره. حاضر، خمس دقايق وحجيلك، نتقابل في الوسعاية اللي جار الفيتش بار. لا 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 لا،
انا اللي هجيلك. ها ايوه متر، انا كلمت ريري خلاص. رئيسه يا عم، بقولك ايه، كاتب الكتاب النهارده. عندك حق، الخطوبه طولت قوي، انا عايز فرح ما حصلش. ماشي، طب يلا يلا بقى، احسن جاي عليا. ايه ماشي، ترغيش بقى. ريري وحشتني قوي. انا ريري وتوحشتني، كتر خيرك. طبعا ده انت قمر. ايه مالك ماسكه بطنك كده ليه؟ لا شويه مغص. لا الف سلامه عليك. بصي احنا نكتب الكتاب واجيب لك دكتور عشان اطمن عليك. انا ما عارفهاش، انت مصمم على موضوع كتب الكتاب ده ومصمم على الدخله اكتر؟ بس انا مش جاهزه. لا ده كل حاجه جاهزه، والمأذون زي ما قلت لك موجود ومستني. بس انا ما فاهماش، يعني انت كيف خليته قاعد هنا في الفندق؟ انت كنت عارف منين اني جايه؟ شفتي بقى قلبي كان حاسس. بصي يا رئيسه، انا بصراحه مش عايز اكذب عليك، انا عايز اعترف لك بحاجه عشان بدات احبك. تقصد ايه؟ اصل انا لازم اتجوز خلال 55 يوم والا هيضيع عليا ميراث جدي. واه، يعني انت هتتجوز عشان ميراث جدك؟ بس انت مش عارفه دول كام. كام؟ 30 مليون. اباي 30 مليون جنيه؟ ناقصين يعني عمولة المحامي اللي هي 5%. يعني انا هتجوز واحد عندي 30 مليون جنيه رايح منيهم عمولة المحامي في داهيه؟ احنا هننبر من دلوقتي يا ستي، لسه ما بقوش معايا، بس ان شاء الله هيجوا يعني. وانت جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي وما فضلش غير 47 دقيقه؟ 47 دقيقه على ايه؟ بص انا كمان عايزه اعترف لك بحاجه. لا ريري اوعى تصدميني. لا هو كوني بتحب حد تاني ده؟ لا. حد تاني ايه بس؟ هو ده وقته؟ امال في ايه بس؟ واه مالك ماسك راسك كده ليه؟ مش عارف، حاسس اني دايخ وعايز انام. الحاله دي بتجيلك كتير؟ لا 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 ما تقلقيش، بقول لك ايه، انا جامد جدا. واه فارس يا استاذ فارس، انت هتنام من دلوقتي؟ امال لما تتجوز هتعمل ايه؟ انا هفضل جنبك لغايه مستر فارس ما يتجوز. انت لازم يكون في حد جنبك وانت بتمتصي الصدمه، وبعد كده نفوق بقى. ها نفوق ان شاء الله. بقول لك ايه؟ انت اخر مره خدت فيها اجازه امتى؟ لان السؤال ملوش اي ثلاثه لازمه خالص دلوقتي، ولكن انا مستحيل مستحيل اخد اجازه طول ما انت موجوده. انت موجوده انا موجود عشان خاطر احنا عندنا كام فريده يعني. طبعا. شوف شغلك. حاضر هشوف شغلي. يا اهلا وسهلا بالكليب وناسها، يا مرحب بالدينار والريال، منور يا فندم منور. إيه الباشا هندي؟ باخد بالروبي عادي مفيش مشاكل. هندي؟ مصري؟ يا اهلا بالسياحه الداخليه، امال فين الشنط يا فندم؟ انت مين يالا؟ انا البلبل. بلبل ايه؟ اخلص. انا سعيد البلمن. سعيد البلمن؟ ده زي سعيد الهوا. انت اسمك ايه؟ شغلتك ايه؟ انا شغلتي سعيد واسمي البلمن يا فندم. اسمك البلمن؟ عايز ايه؟ أنا جاي أستقبل حضرتك يا فندم عشان أبقى مع حضرتك طول اليوم من أوله لآخره. سعيد. أيوه. بقك ده يلزمك؟ أهو. يبقى أسمع الصمت. يا فندم. مين فيكو فارس أنديل؟ فين السؤال؟ مين فيكو فارس أنديل؟ أنت اللي مين وعايز إيه؟ أنا اللي مين؟ مقدم حسن البنهاوي، المباحث العامة. مباحث؟ ما دام مباحث اسأل براحتك يا باشا، مش تقول يا سعيد إن الباشا مباحث. والله ما كنت أعرف. أنا كنت فاكره سياحة داخلية، ما أعرفش إنه ظابط في الداخلية. سعيد، هندي ها؟ إحنا آسفين جدا يا فندم، مستر فارس أنديل للأسف مش موجود النهاردة دلوقتي. بس إحنا ممكن نبقى مكانه عادي يعني. يعني هو هنا ولا مش هنا؟ أنت شايف إيه؟ أيوة يا فندم. جات لنا إخبارية
ان في عملية ارهابية هتتم في الاوتيل النهاردة. عملية ارهابية؟ انا ما هنا في الاوتيل؟ امال في البيت يا فريدة؟ يا فريدة انت ليه الكلام بيوصلك متأخر؟ بتأكد بتأكد انت كل شيء متأكدة يا فريدة؟ اه من حقي. لو سمحتوا حلوا مشاكلكم بعدين. سوري يا فندم سوري. احنا وصلنا ان في حد من النزلة اي فندم هيفجر نفسه بحزام ناس. لا ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ انت؟ لا والله مش انا. انت؟ لا والله من؟ انت؟ مش والله من؟ لا اي حد من النزلة هيفجر نفسه هنا انا مش هقدر احميه. ايوه انا لسه ما وصلتش لشلتر التفجيرات. تفجير؟ لا لا. مين ده؟ ده الجهبذ بتاعنا دكتور الاوتيل ده. ما انا شاكك فيه ليه؟ احساسك في محله. انا شاك فيك يا فندم. ده امجد يا فندم. هو حضرتك عرفت يا باشا؟ انا الماضي نسيته من زمان وبعدت عنه والله العظيم. بحاول اتغير يا باشا. انا دبت والله. وبعدين يا باشا لو حضرتك عايز تاخدني معاك انا تحت امرك. انا تحت امرك يا باشا. ايه يا دكتور؟ ايه الله ما تنشف شويه. انت دكتور محترم يا اخي. شويه ثبات انفعالي. بعد اذنك تعالى هنا. ايه رايح فين؟ انا اصلا كنت مقدم على اجازه 7 سنين مفتوحه بس هروح اخدها وارجع على طول. طالما حاولت الهرب يبقى انت مشترك في الجريمه. والله العظيم ثلاثة انا مشترك في اي حاجه غير ان انا واقف في الريسبشن مع الاخت دي مش اكتر يا فندم. انا سحبتها يا جماعه. يا جماعه ركزوا معايا. ركز يا باشا ركز. ركزوا معايا. حضرتك بتوطي صوتك وتعلي فجاه ليه؟ اصل انا بتخض يا فندم. طريق اتفضل. احنا عايزين قايمه. ايوه بالنزلاء في الاوتيل. احنا في صراع مع الوقت. ايوه فندم. في صراع مع النفس. ايوه فندم. في إيه؟ انا مش مطمن. ليه بس يا باشا؟ حضرتك مش فاكرني؟ انا هو انا ده. مش وقته تنام دلوقتي. واصل اعمل ايه بس يا ربي؟ فارس يا استاذ فارس يا فارس بيه. وبعدها لك عاد بعدها لك عاد. قوم قوم. سلامتك من الخضه يا حبيبي. ايه ده انا فين؟ انت هنا في اوضه النوم. احنا خلاص اتجوزنا؟ يا ريت. امال انا هنا في اوضه النوم بعمل ايه؟ اصلك نمت مني فجاه فانا قلت في عقل بالي اكيد البت الغلاويه دي حطيت لك حاجه علشان ما تتجوزنيش. فريده؟ ايوه هي المعدوله. علشان كده قلت اجيبك هنا ونشوف هنعمل ايه. نعمله ايه في ايه؟ هي دي اوضتي ولا اوضتك؟ لا دي اوضتي انا. مرحبا. مش اوضتي ليه طيب؟ يا عيب الشوم ما يصحش. وبعدين في اوضتك هيعرفوا احنا فين. واحنا بنستخبى منهم ليه؟ معرفش بس انا قلت يعني نقعد ونشوف هنعمل ايه. اه نعمل ايه في ايه؟ ايه ده ايه اللي مكتف ايدي ورجلي كده؟ مين اللي عمل كده؟ انا يا حبيبي. مبسوط قوي. لا يا ايه معلش يا جماعه انا اسف غصب عني بتطلع بشكل لا ارادي. يا جماعه اي حد هيتعور من الانفجار انا مش هقدر اعالجه. ايوه انا اقدر اعالج انفجار معوي انفجار زي ده لكن انفجار حقيقي لا. ابوس راسك اسكت شويه. الدكتور اللي جاي مريضنا ده يعني معقول اموت متفجر وانا لسه ما خدتش تيبس؟ سعيد هندي ايه ده؟ هو مش يمكن الارهابي ده موجود في اي اوتيل تاني حضرتك؟ حضرتك بقى اللي عارف الارهابيين بينزلوا في اي اوتيل. ما تخليكي في نفسك يا فندم. استنى. ايه والله ما عملت حاجه. ارجع. حاضر. مش انت وانا بخليك تركن. ارجع بالصوره. حاضر انا اسف. انا مش فاهم ضغط. انا اسف. دي صوره واحده سابت حضرتك. عجباني. انت بتدخلي في شغل ليه؟ في يا جماعه؟ لعلمك بقى اللي هيفجر الاوتيل واحده ست. ايوه ما هي تقصد كده برضو. يعني هو من قله الرجاله حضرتك؟ اللي في الرجاله ايه؟ يعني ايه بقى مالهم الستات ان شاء الله؟ احنا بنتخانق مين اللي يمسك مصروف البيت؟ في ايه؟ معلش انا بس ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. انتوا ليه مش مدركين ان في حد ممكن يفجرنا في ثانيه؟ انا مش بفرج الباشا على فيديوهات تيك توك. ممكن تسكتوا؟ شكرا. عفوا يا فندم عليها. خالص معلش يا ادهم. معلش اتفضل. مش صور الرجاله دي بيقول لك ستات؟ لا 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 دي قله ذوق. دي بتدخل في شغلي. ايه يا جماعه بقى هي مش مكبره ولا حد فينا؟ ما حد يتكلم هيرد عليها بقى. هو حضرتك متعصب عليا كده ليه؟ اهدي يما شويه احسن يقبض عليكي مكان الارهابيه ويخلصنا منك. مش جايز تكون الست الإرهابية دي متنكرة في صورة راجل. بس استنى يا بابا. رجع الصورة دي. حاضر. ايه ده يا بابا؟
صورة ايه حضرتك؟ دي مستحيل تكون هي الإرهابية، مستحيل. ليه مستحيل يعني يا فندم؟ عشان يا فندم يعني اتمنى لو حضرتك تسمح لي، يعني دي خطيبة مستر فارس صاحب القرية، فعشان كده بيقول مستحيل، بس حضرتك تشوفه طبعا. طب ايه رأيك بقى حضرتك ان انا نفس الصورة اللي معايا؟ رئيسة؟ هي اسمها رئيسة؟ الله أكبر، ظهر الحق. بتفرحانة ليه؟ الجوازة باظت. الجوازة ايه دلوقتي؟ بيقول لك هتفجر نفسها وهتموتنا كلنا مفرقعين. طب يا جماعة ما تعرفوش هما فين دلوقتي؟ فارس بيعت ليه على البيتش؟ يا جماعة في بنات واقفة معانا عيب كده. لا يا فندم، البيتش اللي هو الشط، سيم سيم يعني. طب يلا بينا يا جماعة على البيتش، اتفضلوا. لا والله. اتفضلوا. اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل. أنا عايز أفهم، أنت ربطتني ليه أصلاً؟ أصل البت المعدولة اللي اسمها فريدة قالت لي إن أنت بتمشي وأنت نايم. وصدقتيها؟ لا طبعاً ما صدقتهاش، وأنا عبيطة؟ أمال كتفتيني ليه يعني؟ زيادة احتياط؟ لا بصراحة أنا خدت منيها الفكرة. يعني قلت بصراحة أنا خايفة. خايفة بعد ما أقول لك اللي عايزة أقوله لك ده تسيبني أو تدور فيا الضرب. أدور فيك الضرب إزاي؟ ده أنا متكتف أهو. وعد. وعد، قولي بقى. ذنبك على جنبك، أنا حذرتك. أنا حذرتك. لا 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 لا، أنت بتعملي إيه؟ استنى بس، استنى. طب فكيني الأول. استنى بس، استنى. لا لا لا. مش فاهم حاجة. لا لا فاهم، ده أنا فاهم، بقول لك إيه؟ ده أنا فاهم كويس قوي. بصي فكيني بس، هتلاقي حصان، حصان في الأوضة. بقول لك مش فاهم حاجة. طب ها. إيه ده؟ أنت بتصوريني؟ بصورك ايه؟ ده حزام ناسف، حزام ناسف. عايز انضباط، مش عايز تهريج. جو انا هتصور سيلفي مع القنبله ما بحبوش. الحزام الناسف ده خطير جدا، ممكن ينفجر في اي حته ويقطع اي جته. فاللي اقوله يتسمع. تقدم تقدم، انبطح انبطح، تقهقر تقهقر، عشان لو حصل ان انا وانتوا وبراحوا فين؟ تقهقروا يا فندم. تتهزر؟ مش كانوا معانا على البيتش؟ لا والله يا فندم، اصل هم تقهقروا واحد ورا الثاني هربوا. يا سلام، اكدب على حضرتك يا فندم، احنا داخلين على حاجه مش عارفين ايه اللي هيحصل لنا. والبنت اللي كانت معانا قالت لي رايحه الحمام ازود مكياجي. عايزه تحلو قبل ما تموت. لا بتستهبل يا فندم، هم تقهقروا بس دي بتستهبل يا فندم، ما ينفعش اكدب عليك. حلو قوي الكلام ده. دول قلات الادب، تقهقروا من غير ما يستاذنوا. انا بقى يا فندم مؤدب، ممكن بعد اذنك اتقهقر؟ لا يا ادهم، معايا ما فيش تقهقر. ادهم يا فندم. تقدم. حاضر. اصبرها معانا يا كريم، اصبرها معانا يا رب. يا غريب يا جدعان، غير الفيران، ضربت الدم. ايه ده؟ موميا؟ انتوا بتتاجروا في الاثار؟ لا يا فندم، ده هجين يا فندم حضرتك، ما بين راجل مصري اصيل اتجوز سائحه فرنسيه، فجابوا لنا كائن العدل والجميل، فهتلاقي حضرتك الشكل من عندنا بس الكلام من عندهم. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بونجور مسيان. بونجور ورحمه الله. بقول لك ايه؟ ما شفتش فارس بيه؟ مش فارس؟ لا ما شفتوش خالص، مسكتوش. بس انا شفت حاجه غريبه قوي. ايه؟ الست اللي هي المرعبه دي اللي لابسه اسود في اسود دي. رئيسه. ايوه، لقيتها ماشيه كده وشايله حاجه على كتفها، ها؟ ومربطاها. بني ادم، شكله بني ادم هو. ده فارس بيه غبي. ايوه ده شبه فارس بالظبط. انت ليه محسسني ان ده بيحصل عادي كل يوم عندنا في الاوتيل؟ الطم يا فندم، يا فندم كده هتفجر نفسها في الفندق يا فندم وفي اوضتها يا فندم. ادهم. ايوه يا فندم. انا بحملك المسؤوليه كامله. حاضر يا فندم. احنا في صراع مع الوقت. بالظبط، صراع مع النفس. ايوه، كل دقيقه معانا بتسوي حياتنا. ديات امي، فهمت يا فندم؟ حضرتك القنبله هتنفجر، يا اما نتقدم يا اما نتقهقر. ادهم. ايوه يا فندم. تقدم. ايه برم 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 برم. واه، مالك متنح كده ليه؟ طب انا لو ما تنحتش دلوقتي المفروض اتنح امتى يعني؟ ادي اللي كنت خايفه منيه. رئيسة بجد، الديناميت ده حقيقي بحقه وحقيقي ولا بتاع اطفال؟ عيب عليك، بحق وحقيقي طبعا. ومالك فرحانه قوي كده يا اختي؟ اصلي ما قلتلكش لو انا ما فجرتوش بنفسي هينفجر لحاله بعد 5 دقايق. وكمان هينفجر لحاله، هينفجر لحاله. بقول لك ايه يا فارس، انا بفكر انسفه بيدي عشان اخد الثواب. لا لا طبعا، تنسفي ايه؟ انت مين اللي زقك على المصيبه دي؟ الامير زعفران. امير زعفران بتاع الف ليله وليله؟ لا دوكها امير تاني. ده امير الجماعه اللي انا منيها.
جماعة إرهابية؟ عيب عليك تقول كده. لا، إحنا بنحارب أعداء الله، بنحارب الفسق والفسوق. فسوق؟ يا واعية، ما أنت جيت أهو، لا في فسق ولا في فسوق، وبعدين حتى لو في هنفجر نفسنا فيهم. أنا ما كنتش أعرف إن زعفران بيضحك علي. وديك عرفت الحقيقة. بس بعد إيه؟ بعد فوات الأوان، 5 دقايق وينفجر لحاله. 5 دقايق؟ هنعمل إيه؟ ما عرفش، شكلنا كده هننفجر سوا. مالك بتقوليها برومانسية كده؟ هو أنت بتقولي كلام حب؟ مش أنت قلت لي إنك حبيتني وإنك عايز تشاركني حياتي؟ حياتك؟ آه، مش مماتك. بقولك طب ما تحاولي تقلعي الحزام. أصلي ما قلت لكش، زعفران قال لي لو حاولت أقلعه حينفجر لحاله. خلاص ننفجر سوا زي ما قلت لك. هي عزومة غدا؟ أنا مش فاهم، أنا ماليش مزاج أنفجر النهاردة، يوم تاني إن شاء الله. بقولك إيه، روح انفجر لوحدك، سيبيني أهرب بقى لو سمحتي، سيبيني. بقول لك إيه يا فارس، أنت كده كده ميت. وبتقوليها في وشي؟ الله يخرب بيتك يا زعفران الكلب. لا حرام، هتاخد ذنبه. كلها 4 دقايق وهتقابل وجه رب كريم. 4 دقايق؟ هنخش النار أنا وإنتي. لا، 3 دقايق و12 ثانية. يا نهار أسود. 11. يلا بكفاية. 10. استنى. 9. الحقوني الحقوني يا ايه. الحقوني. 7. الحقوني. انتظر انتظر يا فلان يا فلان. ايه ده انت لسه هنا؟ اجل لسه هنا. لماذا هؤلاء الاشخاص يجلون هكذا؟ دول رايحين ينقذوا مسيو فارس. اه، ينقذوا مسيو فارس. ينقذوا من من؟ من البنت الارهابيه اللي جايه تفجر الاوتيل. اه، بنت ارهابيه تريد ان تفجر الاوتيل. ولماذا البنت الارهابيه تريد ان تفجر الاوتيل؟ لا لا لا، لحد هنا بقى واستوب. معلش دي اسرار ناس. ما لماذا لماذا قل لي؟ لا ما اقدرش. لا انا فطن وافهم واقدر الرجاله. امسك. ايه ده؟ هذا مبلغ من المال. مبلغ ايه دي؟ ورقه شجر. حمار، نحن في الصين نعتبرها ب100,000 إيوان. إيوان ينطح إيوان، بمعنى أنها تساوي بيت ملك ومزرعة. 100,000 إيوان؟ إحنا معنا إيوانات كتير قوي هنا على كده. يا لهوي. آه، فلتقول لي لماذا البنت الإرهابية تريد أن تفجر الأوتيل؟ ما أنت بتقول إرهابية، يعني هتعمل إيه يعني؟ أجل صحيح، تفرضنا جدلا أن فارس فجر، فلسع، من سيورثه؟ والله مش عارف، اصل الراجل ده يعني ما اتجوزش لحد دلوقتي ومقطوع من شجره كمان. مقطوع من شجره، ولماذا لم يتزوج حتى الان؟ بص دي حكايه طويله قوي هحكي لك بعدين، انا عايز الحق التفجير. فعلا عندك حق، الحق التفجير، يلا يلا بسرعه. ايه ده؟ يا نهار اسود. طب البنت الارهابيه لو فجرت الفندق ما هيتفجر بيها انا كمان، ولسه ما خدتش حقي. يا نهار اسود. ما تبعد شويه كده. ليه؟ بعد. ايه رايك يا رئيسه؟ تنطي من البلكونه دلوقتي. واه، وبعدين تفضلي تجري 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 لغايه ما تطلعي بره الاوتيل خالص. واه، انا كده هنفجر لحالي. هو انت يعني كنت جايه تصيفي؟ ما انت جايه تنفجري. لا، بس بعد ما عرفت انك بتحبني وعايز تتجوزني غيرت رايي، ما عايزاش انفجر لحالي. رئيسه اعتبري نفسك ما شفتنيش خالص. لا ما قدراش، انا صح ما عارفاش كيف اكمل حياتي من غيرك. مش وقت سهواكة، فاضل دقيقة ونص هننفجر كلنا. لا، دقيقة وثلاثة وثلاثين ثانية. ادخل. واه بوليس، انت بلغت عني؟ ابلغ ازاي؟ ما انا مربوط اهو. فضل يا باشا. امال مين بلغ عني؟ انا مش عرفني. خش يا باشا. يا رب يا ساتر. سلمي نفسك يا رئيسة، الفندق كله محاصر. يا عم هملنا انا دلوق وخلينا في الهباب ده اللي هينفجر فينا كلنا. انا بقولك ايه ده؟ هو فعلا قرب يفرقع؟ والنبي يا باشا فكني. فكني يا ادهم. استوليت يا مستر فارس، مش هينفع اقوم. فاضل 17 دقيقة. قصدي يعني 17 ثانية. ايه؟ 16 15 قدامك 13 ثانية وتعترف وعلي جلدك. معلش يا فندم، هو في الرقم 14؟ اسكت. 12 11 10. رئيسة، ده الإنكار ولا الحساب هيفيدوكي ولا العد تنازلي. الاعتراف هيحسن موقفك في القضية. قضية إيه يا باشا؟ كلها ثواني وهنبقى كوم تراب. 4 3 لا 2 لا
واه كان عايز اتجوزك يا فريدة. ايه ده؟ واه ايه ده؟ ما انفجرش لحاله، زعفران طلع بيضحك علي. بعد اذن حضرتك تقولي الاستاذ زعفران ان هو لما يحط المتفجرات تنفجر يا فندم عشان ما يصحش كده، ولاد الناس مش لعبه، ثم كده بقى بلاخ كاذب. صح، انا هروح اقول له سلام عليكم. استني يا عروسه بلبس عرق البلح ده، رايحه فين؟ راجل بلح بحبه قوي بتاع شريهان. ايوه يلا عشان عندنا استعراض في الاسم. ريري ريري ريري، انت متأكد؟ ايه يا استاذ فارس بالراحة، خارجين من حزمة ناسفة وقنابل، في ايه؟ عايز ايه يا سيدي؟ انت متأكد حضرة الضابط ان الحزام بتاع رئيسة مش هينفجر؟ ايوه يا سيدي، خبير المفرقعات قال كده. وبعدين قلقان من ايه؟ ما هو معانا في البوكس. انا خايف عليك انت يا سيدي. ما تخافش عليا، خاف على نفسك. بقولك ايه، يبقى بخر المنتجع. ماشي حاضر حبيبتي يا رئيسة. انت لسه لغايه دلوقتي بتقول رئيسة؟ لعلمك بقى رئيسة مجني عليها مش جانية. ما شاء الله. طب على كده بقى عندك استعداد تتجوزها وتشيل عنها كام سنة من اللي هتاخده من السجن؟ اه انا هستنى شوية. استناها لما ايه؟ تخرج من السجن؟ لا يعني استنى لغاية ما الاقي عروسة تانية. برضو؟ تمام. سيدي مالها؟ والله العظيم كانت هتبقى جوازها قنبلة. لا بلاش قنبلة دي احسن تفرقع. يا رب الجدع السين ده ما يشوفني يا رب ولا يطلب مني اي حاجة. استر استر يا رب يا رب. أدوي أدوي. ايوه ويت بليز كم هير يا ابن الفرتوسة. فرتوسة؟ لا عيب، اه انت اللي فختوس وستين فختوس. لا ماذا فهمت؟ انت بتشتمني. نو هذا احترام. احترام ايه؟ الفرتوس حيوان مقدس نقدسه عندنا في الصين، مثله مثل الصرعوف تماما. صرعوف ايه فرتوس؟ خلي بالك الحاجات الشتيمة هنا. نو هذا احترام زائد. مش عارف انا حاسس شفتك قبل كده. أه؟ اه لا اظن اننا تقابلنا من قبل. أه هل ذهبت الى الصين؟ الصين؟ او الصون؟ صون؟ او الصان؟ ايه ده؟ انها بلدان بجانب الصين، هل ذهبت اليها من قبل؟ لا والله عمري ما رحت الحتت دي. اذا لن تراني ولا في الاحلام. ماشي سيدي شكرا شكرا. عايز حاجه بقى؟ انا رايح اشوف. اريد ان اسالك سؤالا. ايه؟ اليس كذلك ان فارس يريد الزواج باسرع وقت؟ اه صحيح. لماذا؟ لا لحد هنا بقى وفول ستوب. معلش ده اسرار الناس. سيبك من الناس وكلام الناس، فلتقل لي لماذا. لا لا مش هقدر اقول. سافعل لك اي شيء. اي شيء؟ اي طلب. يعني طلبت اي حاجه بتبان؟ كم نظرك؟ والله العظيم بس دي تلاتة ودي اتنين ونص. سأجعله لك ستة على ستة. ستة على ستة؟ في كل حتة. ايه ده انت بتفرش فين؟ في ميدان العتبة بفضل تعويذة التنين. ماشي ماشي انا عايز تعويذة التنين ده. قولي عايز ايه؟ لماذا يريد الزواج بأسرع وقت؟ بص يا سيدي، ميسيو فارس عايز يتجوز بسرعة عشان خاطر يورث. اه. ليه بقى؟ ما عشان خاطر هو مكتوب في الوصية انه مش هينفع يورث من غير ما يتجوز. اه. فاهم؟ هو لازم يتجوز عشان خاطر يورث. اه. انت فاهمني؟ اه اه اه. اه ابطال الجمهوريه عدى انت عايز القوي دعك من هذا. ماشي ايه بقى؟ سعدنا بلقائك ونرجو ان نكون قد اسعدناك. شكرا. فلتذهب الى الجحيم. ايه ده انت فين تعويذه التنين؟ انت لا تحتاج الى تعويذه التنين، انت تحتاج الى تعويذه البرص. ماشي هات تعويذه البرص. فلتذهب الى الجحيم. هات يا عم برا. انت بتزعلي كده ليه يا عم؟ برا. انت ضحكت عليا. حلو قوي، عرفنا فارس ليه عايز يتجوز بأسرع وقت. صباح الخير. صباح ليه مش الشناوي؟ مفيش مفيش خالص. هو ايه اللي مفيش؟ مفيش غرف اللي زي حضرتك يعني. بص
انا هنصحك نصيحه، في ثلاث اوتيلات بره تحفه، ممكن اديك ارقامهم. هي بس انا حاجزه وعامله كونفرميشن. ماشي فاهم، قولي كونفرميشن تاني كده. كونفرميشن يا جمال كونفيرمك. هو انا ازاي اكد لها كونفرميشن؟ كنت لسه ما شفتهاش. اما دي لو ما عملتهاش كونفرميشن مين هيكونفيرم له؟ ما شاء الله لوحه زيتيه واقفه معاه. مني لله. ما تقلقيش على نفسك، ده خير ما عملت. طيب بسم الله. هو حضرتك حاجزه دبل ولا تريبل؟ لا انا حاجزه سنجل. بسم الله كمان حاجزه سنجل؟ سيبك منها، لك هي بتسال اسئله ساذجه. هو عين حضرتك لينسز ولا طبيعي؟ لا طبيعي. ما شاء الله، دي لو اتجوزت مستر فارس هيخلفوا اطفال اتش دي. لك نورانا. اتفضلي. ابعد اوضه في الاوتيل. لا انا عايزه اوضه قريبه. ها؟ معلش يا فندم سؤال تاني بس. هو حضرتك من المجر ولا من المنصوره؟ نعم. يبقى من المنصوره، منورانا يا ست الكل. اتفضل يا فندم، ادي كارت غرفه تاني. حضرتك هتمشي كده على طول يا فندم، بس عايز تمشي كده، عايز تمشي كده، الاوتيل كله بتاعك، اعمل اللي انت عايزاه. ميرسي. العفو، قولي ميرسي تاني كده يا فندم. انت كويس؟ يا قوة الله. مارلين من روح على هند رستم على شوية سعاد حسني. اتضربوا في الخلاط طلعوا حاجة أنا عمري ما شفتها قبل كده. تخيل كل الجمال ده وسنجل. اسبريسو سنجل؟ اسبريسو، اسبريسو ايه؟ طمنتني. هروح اجيب المأذون بقى عشان تلحق تورث يا معلم. ورث ايه؟ تنسيت؟ طبعا حقك تنسى. انا نفسي نسيت ان انا غلاب. غلاب مين؟ طمنتني عليك. ان شاء الله هنورث. لا يوجد، لا يوجد كل هذا الطعام، ولا يوجد الصنف الذي أريده. ميسيو، حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ فعلاً أنا بدور على صنف من الطعام يشبهك كثيراً ولكنه حلو المذاق. شبه أنا؟ أجل. إيه؟ الخفاش، ولكن أنت ليس لك أجنحة. خفاش إيه؟ أريد أن أكل خفاشاً. خفاش إيه يا عم؟ كلام يقولوا ده؟ إيه؟ عايزيني على الغداء يا عم؟ يا عم أنت هتتلكك، بعدين أنت ليك نفس تاكل يعني بعد اللي حصل لنا ده؟ يا عم عايزين نرم بعد العلقة دي. يابا. ايه ده؟ هو احنا عندنا جست صيني في الاوتيل ولا ايه؟ من يومين يا عم. انت ايه نايم ولا ايه؟ انا اذا ما بقتش اعرف اي حاجه في الاوتيل ده. مستر غلاب. أهلاً. افتقدتك كثيرا. اهلا مستر شانك. اهلا. ايه ده، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مستر شانك من يوهان، مستثمر جاي فلوس جامده قوي، هيستثمر في مصر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا سيدي. وحضرتك بقى قاعد معانا في الاوتيل قد ايه؟ ساخذ اسبوعا ومن الممكن ان امد اسبوعين. على الرحب والسعة مستر شانك. ثانك يو. اهلا بك. والان اترككم كي اكل. في ايه؟ يا عم انا بني ادم والله، مش خفاش. انت مجنون. الان؟ ده بياكلني. يا ام. بقول لك ايه؟ الراجل ده تمشيني، انا مش عايز اقعد في الاوتيل. امشيه يا عم، ده مفيش غير اتنين في الاوتيل وهو واحد منهم. يا نهار اسود. ايه ده؟ ما تقلقش يا باشا. الواد شكله هيتجوز البت وهياخد الميراث، وانا على قلبه لحد ما ياخد الميراث عشان ناخد فلوسنا. يا رب يا ساتر. مع السلامه انت يا باشا، عشان تقريبا واحد بيتنحنح داخل الحمام. انا عايز اسال سؤال، انتوا ازاي تخشوا على الناس الشرفاء هكذا؟ ما انا معايا كارت السبير وخلاص بقى، احنا بقينا اهل. ماذا تريد؟ هتوحشنا والله يا مستر شونج. انا؟ لماذا؟ ما انت هتسيب الاوتيل دلوقتي. من قال هذا الخبر الأسود؟ من غير ما تقول، إحنا نقفل الأوتيل كله للتجديد، من آخر كده مغلق للتحصينات. اسمها مغلق للتحصينات يا مغفل. بالنسبة لك أنت تحصينات، أنت لازم تسيب الأوتيل فوراً. أنا؟ أسيب الأوتيل؟ إلى أين أذهب؟ اذهب إلى بلدك. عجيب أمركم أيها المصريون، أنتم تتلككون لي كي أطفش من الفندق، أليس كذلك؟ تعرفت منين؟ وأنا لن أطفش من الفندق. بطني تتفرتك. مالك يا مستر شون؟ مستر شونج. ما تجيبلناش مصيبه هنا، بوس ايدك يا مستر شونج. الله، طريقه جميله يا فندم تعبر بيها عن اوجاعك. بص انا عايزك تهدى خالص وتحكي لي عن مشاكلك في الطفوله. سيدي انا لم يكن لي طفوله، أنا ولدت كبيراً. تحكي لي عن مشاكلك الرومانسية أثناء الشباب. ما هذا؟ أنا لم أطلب دكتوراً نفسانياً،
أنا بطني تتمزق، من الواضح أني صممت في هذا الفندق. جيت لي في ملعبي يا فندم. إيد حضرتك؟ ها؟ ماذا تفعل يا سيدي؟ أترسم لي منكيراً؟ يا فندم بعمل كمادات لحضرتك عشان تهدى، على فكرة الجسم كله موصل لبعضه كده. أنا فهمت الفولة. أنت لست دكتوراً. أنت فنطاس مية. ما اسمح لكش. خزان مية. ما اسمح لكش. كل من. ما تخلينيش أصرف وشك. سيدي أنت تسرب من بدري. بقولك إيه؟ أنا عناية ما راحتش في كلية الطب عشان واحد زيك يجي يغلط فيا، حتى لو صيني. ولا أنت شكلك غريب يلا. تركيبتك كده غريبة. وشك عربي على شعر هندي على لبس صيني. أنت مش صيني ياض. أنتم قتلتموني في هذا الفندق. وسأبلغ عنكم البوليس. أنا ما بتركش حاجة. أنت لست دكتورا، أنت ساعي بريد. يا عدوي. صباح الخير. يا ترى الشيزلونج ده فاضي؟ نعم. فارس أنديل صاحب الأوتيل. اهلا. مبروك كسبتي معانا جايزة ملكة جمال الغردقة. ايه ده؟ محدش قال يعني ان في مسابقة. ما هو مفيش مسابقة، احنا اخترناك على ذوقنا. قصدك على ذوقك. كنتش عارف انك هتيجي معايا سكة كده بصراحة. نعم. لا انا قصدي احنا واضح ان احنا هنفهم بعض بسرعة يعني. والجايزة ايه بقى؟ بوسة. رحلة. رحلة. رحلة؟ ودي هطلعها مع مين؟ معايا طبعا، واضحة قوي. معاك انت؟ ايوه. يا سلام. لازم تمدي حالي. بعدين يا فريدة مش وقته، مش وقته، مش شايفة. ما ينفعش، ده شغله ضروري. طالما مهم بقى لازم. طبعا. يلا بينا. لازم نلحق الرحلة بسرعة. اوكي. ميرسي. مليون ونص عمولة المراس وعمولة الخاتم السوليتير والشبكة، يعني 1,700,000. يا رب يا كريم، فارس يتجوز وسدد ديوني وسدد ديوني يا رب. اتفضل. ايه ده؟ لا مؤاخذة، اتفضل. وايه دي؟ دي استقالتي. تاني؟ تاني يا مولانا؟ أنا زهقت خلاص يا متر، أنا قربت أنسى المأذونية، أنا ما بقتش فاكر بيقولوا إيه بعد زوجيني نفسك، بلاش جواز، شوف لي حتى فرد الطلاق. استقالتك مرفوضة، وإن شاء الله فارس بكرة هيتجوز. أنت بتتكلم بجد يا متر؟ الحمد لله ربنا رزقنا ببنت ما اتجوزتش قبل كده، إزاي؟ أنا مش عارف. أنت تقصد ريم الشناوي؟ أنت عرفت منين؟ ده الناس هنا ما وراهاش سيرة غيرها. معذورين يا أخي. يا عيني يا فارس، ده مبسوط له فيها. طب افرض بقى بعد كل ده ما اتجوزهاش. هتجوزها انا وانت هتكتب الكتاب. تمام. واضح ان انت بتحب المكان ده قوي في الاوتيل. فعلا انا اخترته مخصوص عشان اقعد فيه مع الناس اللي هحبهم. طيب ليه بقى كنت عايز انا اقعد لوحدنا؟ عشان اعترف لك. تعترف لي بايه؟ انا اسف. انت بتعمل كده ليه؟ في ايه؟ انا كذبت عليك. كذبت في ايه؟ هتسامحيني؟ يا اخي هسامحك، بس كتبت عليا في ايه؟ مفيش رحله، انا عملت كده مخصوص عشان استفرد بيك. ياه، كل الفيلم العربي ده عشان تستفرد بيا؟ على فكره الموضوع ابسط من كده بكتير، انت ممكن تستفرد بيا عادي جدا. ايه ده؟ طيب اديك استفردت بيا اهو، قول لي بقى كنت عايزني في ايه؟ تتجوزيني؟ بسرعة دي؟ لا مش بسرعة، احنا هنتخطب دلوقتي وبالليل نتجوز. يا شيخ. اصل انا بصراحة ما بحبش اضيع وقت، الوقت كالسيف ان لم تقتله قتلك. والله؟ اه. طب من غير بقى لف ودوران وقولي بصراحة، انت ليه عايز تتجوزني بسرعة؟ عرفت هتعمل ايه؟ عيب عليكي، وانا تلميذ شاطر. يلا نفس. مش لما نتفق الاول؟ على ايه؟ أنا عايز 3000 جنيه أجيب مفرمة لحمة لماما في عيد الأم هدية. حاضر. الله يرحمها كانت بتحب الحواوشي قوي. لما ماما ميتة تطلب 3000 جنيه ليه؟ ما تتوهيش الموضوع، أنا هاخد 1500 دلوقتي و1500 بعد العملية. أنت وهي بتتوشوشوا في إيه؟ أدهم ما تفهمناش غلط. لا ما تفهمكش غلط؟ 3 ثواني، 3 ثواني عليك بره الأوضة فوراً. على فكرة
انا فاهم كويس قوي انت عايزه تعملي ايه ومش هينفع عشان فارس عمره ما هيضيع عروسه زي ريم دي من ساعه ما دخلت الاوتيل وهي موقفه على رجلي. لا ما تبصليش كده. مش انا عمري ابص لواحده. انا الحمد لله بحب واحده وعينيا مليانه وعينيها زي القمر وتحفه وبموت فيها. ولا مليون ريم يخلوني ان انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدخلت امتى؟ من ساعة عيني مليانة. عيني مليانة؟ أيوة. اتفضل بره. ايه ليه ده؟ انا اجيب لك ليمون عشان دمك اللي اتحرق. انت مالك؟ انت دمي يتحرق ولا ما يتحرقش؟ انت مامتي. احنا صحاب. صحاب من امتى؟ بص لا بقول لك ايه؟ نعم. سي تري تاسي. ايه؟ تري تاسي. انت كداب، ده مش فرنساوي وانت بتهري. نو 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 جي بارلي فرونسي بيان. هو انت هتعمل لي بوزك بقى الزبطة؟ خلاص بتتكلم فرنساوي؟ طب سخت ايه؟ ايه؟ انا اسف انا بتكلم غلط. اتفضل اطلع بره. الوازو؟ لا تعالى تعالى. ايه؟ لا بقى، اصل انت ثقتك في نفسك دي هتشككني انا في نفسي. الوازو ده بيرمي ايه؟ امبيزو؟ امبيزو؟ اطلع بره! اطلع بره! وانا بقول له اوتيل مديون من شويه، ما هو لازم يبقى مديون ومتنيل على عينه. الوازو امبيزو! يا رب يا رب يتوب عليا من الشغل من هنا، يتوب عليا من حبها يا رب. يا سلام يا مستر غلاب. مستر غلاب، الواحد فخور جدا جدا انه تعرف على شخصيه زيك في مصر. الله، ده انا طلعت متصايت عندكم في الصين بقى. لا ابدا، ما حدش يعرفك لا في الصين ولا في مصر، بس هو كلام بيتقال. والله دمك خفيف، على قد ما انت صيني صيني الا انك فيك لمحه كده من الدويقه مخرفش يعني. شكرا شكرا على الخرفشه. مستر غلاب، انا جاي مصر هنا اعمل بزنس، اعمال كتيره، اعمال كبيره. أنا عندي بضاعة في الصين ممكن أديها لك برخص التراب، وأنت تبيعها هنا برضه برخص التراب. بضاعة؟ بضاعة إيه دي؟ عندنا كحك العيد. يا ولاد اللعيبة، أنت وصلت لكحك العيد؟ أمال، عندنا كحكة ب$3 ممكن أنت تبيعها ب$5، وعندنا كحكة تانية ب$7 ممكن تبيعها ب$12-$15. طب ايه الفرق من ابو $3 وابو $7؟ مستر غلاب، الفرق في السمنه البلدي. كمان فاهمين في السمنه البلدي؟ لا لا، انتوا معديين بقى، انتوا عديتوا جامد. وقريب $5 كمان. لا 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 يا جماعه، كفايه نبش فقبول الفلكلور بتاعتنا بقى، ارحمونا. بمناسبه الفلكلور، عندنا برضو منتج اخر، الحصان الهلاوه. يا هلاوه، انت ناقص تقول لي ان كنتوا شغالين على عاشوره. مستر غلاب، انت تقرا افكاري. العاشوره تحت التجربه. يا سبحان والله العظيم، فكرت فيها قبل ما تقول لي، شفت؟ واسمح لي مستر غلاب ان اعرفك على المنتج الجديد بتاعنا، الا وهو البصاره. بصاره؟ بالتكليه. بالتكليه؟ والله العظيم جوعتني، انت ابهرتني. يعني انت عايز تتجوزني عشان خاطر الميراث؟ بصراحه في الاول لكن بعد ما شفت العينين الحلوين دول والجمال ده، قلت يغور الميراث في 60 داهية. لا يغور ليه؟ احنا هنحتاجه جدا بعد الجواز. ايه ده؟ يعني انت موافقة؟ موافقة، بس عندي شروط. شروطي زي ما انت عارفة، لما قلتيش عندك شروط كنت هقول لك شروطي. أولا، مالكش دعوة بأي حاجة عملتها قبل الجواز. حقك طبعا، أمال إيه؟ ثانيا، مالكش دعوة بأي حاجة هعملها بعد الجواز. حقك. نعم يا أختي. إيه؟ أنت مش بتثق فيا ولا إيه؟ بس هو انا اعرفك حاجه زي ايه؟ يعني مثلا بكلم مين في التليفون؟ مالكش دعوه. خارجه بالليل ولا لا؟ مالكش دعوه. هتاخر في الخروجه ولا مش هتاخر؟ مالكش دعوه. هبات في البيت ولا هبات بره البيت؟ مالكش دعوه. يعني طب على الاقل اعرف يعني انت بايته مع مين؟ بايته فين؟ ليه؟ هو انت هتتجوزني ولا هتراقبني؟ انت عايزاني ابقى مفكر، يعني افكر دايما فيكي يعني، صح؟ يا شقيه. بص يا مستر شنكل، انا قررت يعني اخد منك 50,000 علبه من ام $3. تمام. وهاخد منك 60,000 علبه من ابو $7. كويس. اما بالنسبه للحصان الهلاوه بقى 20,000 حته. طب والبصاره؟ لا، البصاره دي هنعمل بيها تبادل تجاري. انت تجيب لي حسان هلاوه، ابعت لك بصاره. يا حلاوه يا حلاوه، طالما وصلت للحلاوه اذا احنا متفقين. طيب دلوقتي انا هديك رقم الحساب بتاعي وانت تحول لي الفلوس بمعرفتك. لا اصبر شويه بس، لما تجي لي فلوس كده
واحول لك ثمن البضاعه كلها. مش فاهم مستر غلاب، انت كحيان معكش فلوس ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ لا انا بس لسه مستني اجوز فارس يورث يديني عمولتي. ومتى سيتزوج هذا الفارس؟ لا ان شاء الله انا بحاول اجيب له عروسه، بس هو حكايته مع عقربه حبتين. بس انا مطمن وحاسس كده انها تطلع في العالي، ومتفائل بوشك الصبوح الحلو ده. والميه هتطلع في العالي الى انهي مسافه؟ اي مين هيورث قد ايه؟ 30 مليون. 30 مليون؟ اه لا ده مخصوم منها العموله بتاعتي. واخصم منها العموله بتاعتي. عموله ايه يا مستر شانكل؟ اه من حضر القسم فليغتسم. تصدق تعجبني؟ صيني صيني. ما تقعدش تقولي بقى اللبس ده عريان قوي، الميك اب ده اوفر قوي، ريحه بقك عامله كده ليه والكلام ده. ما تعرفيش القبله منين؟ نعم. اصلا انا خايف العصر يجي على الظهر. اه انت عايز تفهمني بقى ان انت راجل محافظ وملتزم وان احنا مش هينفع مع بعض وكده صح؟ لا لا اصلا عايز اقول لك الراجل الشرقي. ايه الراجل الشرقي بقى؟ نفس الكلمه اللي كان بيقولها لي هيثم. هيثم؟ هيثم مين؟ هيثم خطيبي الاولاني. كان بطل الجمهورية في الملاكمة وزن الريشة. هو انت كنت وزن ايه؟ وزن الريشة. هو انت كنت مخطوبة؟ اه كنت مخطوبة، فسخت خطوبتي من 3 سنين. اكيد قصدي ليه؟ مش عارفة زعل مني جدا عشان بوست واحد صاحبي. لا لا ملوش حق بقى بجد. مع انها كانت بوسة اخوية والله. ما قلتلوش ليه انها اخوية؟ لا ما هو ما فسخش الخطوبة عشان السبب ده، يعني هو فسخ الخطوبة عشان سبب تاني. اه شفتي بقى؟ اصل هو زعل ان انا بيت عند واحدة صاحبتي وجوزها في البيت. ودي فيها ايه بقى؟ عادي جدا. لا اصل صاحبتي اضطرت تمشي فجأة تسافر لمامتها. اه فجأة، انت قلتي فجأة اهو. اه طيب خلاص فجأة. قام هيثم طب علينا في البيت واحنا الاثنين لوحدنا. انت ومين؟ انا وجوزها. كنتوا بتعملوا ايه؟ كنا نايمين. اه لا طالما نايمين عادي يعني. هيثم ده بلدي 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 قوي. هو كان خانق قوي بصراحة. اه بصراحة. الحمد لله انك سبتيه يا شيخ. قولي بقى هنتجوز امتى؟ مين؟ احنا. لا بص انا رايي بقى الوقت قدامنا كبير جدا، العجله مش شيطان. تغيرت رايي؟ لا 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 بس انا محتاج اعمل عمليه مهمه جدا قبل الجواز، يعني عايز اشيل النخوه من جوه من جنب الكلى كده، واظبط نفسي واركب حاجات اجهز، يعني عايز اجهز لك عشان نليق على بعض يعني. استغفر الله العظيم، أول مرة أتجسس في حياتي. بعت نفسك بكام يا سعيد؟ مش هعمل كده تاني. شوية صور يا سعيد حكاية. بس هو الواحد ضميره منقص عليه شوية حاجتين. تعالى هنا. أنت كنت بتصورني لحساب مين؟ أنسة فريدة حسين محمود أحمد الشرباجي من وظيفة الاستقبال في الريسبشن. طب اديني الموبايل كنت بتصور بيه. اسكتي. مش وقع مني كسر 100 حتة. والله. طب ماشي. أنا هقول لفارس تطردكم أنتوا الاتنين. اتفضلي الموبايل أهو. قرف. الموبايل ده بقى بتاعك ولا بتاعها؟ لا موبايلها طبعًا، الموبايل أنا عليه اقساط، لو حضرتك حابة تسامي بأي قسط يبقى كتر خيرك. ماشي. طب ثانية واحدة بس، هقول لها إيه لما تسألني على الموبايل؟ قول لها وقع كسر 100 حتة. فعلًا. الحرام عمره ما بيدوم. سامحني يا رب. ايه؟ نقول مبروك. مبروك على ايه يا عم؟ هو انا بتاع الكلام ده؟ ايه عشان متحرره شويه يعني؟ متحرره شويه؟ دي متحرره على الاخر. احنا قلنا مفيش حد خالي من العيوب. اه بس العيب ده بقى مش هيركب معايا. مش فاهمك يا اخي. انت عايز ايه اكتر انك تتجوز واحده حلوه؟ تورث لك شوية ملايين، يعني الخضرة والمال والوجه الحسن. اه بس النوع ده ما يمشيش معايا. دي لو جات لي متأخرة بالليل هقول لها ارجع مطرح ما جيتي. حلو، يبقى كده هتشكمها. اشكمها ايه؟ هو انا هتجوز ولا اشكم؟ ذمتك الجواز يا حلاوة من غير شكم برضه يا فارس. لا يا اخويا، هات لي واحدة مشكومة جاهزة. لا يا حبيبي خلاص، الصنف ده انقرب من زمان، زمان قوي.
استغفر الله العظيم، هو يا اما الميراث يا اما ابقى بلص. الحمد لله. ايه وصلت لهم؟ ايوه وصلت لهم طبعا. يعني زي ما توقعت واكتر كمان. صورتهم؟ شويه صور، لو شفتيها هتاكلي عينك وراها. ما انا بقول لك لو شفتيها بقى. يعني ايه؟ يعني شدي حيلك يا فريده، الموبايل الله يرحمه. يخرب بيتك الله يرحمه. ايه الموبايل فين؟ انا هقول لك اهو، وانا واقف مندمج وبصورهم ومدد ايدي كده، اه عيل جري موتوسيكل خد الموبايل وجري. موتوسيكل؟ انت بتشتغلني يالا؟ مفيش موتوسيكلات هنا. مش بشتغلك، في موتوسيكلات بس انا ما سبتوش، فضلت اجري وراه اجري وراه وسبتهم خالص وما لحقتوش. بعدين؟ وبعدين ما سكتش، رحت عملت بلاغ في القسم. وقالوا لك ان شاء الله؟ قالوا لي اطمن يا استاذ سعيد. استاذ؟ والله اتبسطت قوي ان قالوا لي يا استاذ، اول مره حد يحترمني. طب اخلص. حاضر حاضر هقول لك هقول لك اهو. ايه اللي حصل؟ قالوا لي تعالى كمان شهر يا استاذ سعيد وان شاء الله تلاقي التليفون. يعني ايه؟ انا عايزه موبايل. ما انا هروح كمان شهر، بس يا رب الواد اللي سرقه ما يكونش مسح الصور من عليه، ده لو لقوه اصلا. انا مش هستنى شهر، الموبايل ده يجي لي النهارده باي شكل، انت فاهم ولا لا؟ الموبايل ضاع يا فريده. ضاع مين؟ ولا خد يلا. يا اهلا وسهلا. انت البيلمان؟ ايوه. يعني مش شايف تجرر الشنطه؟ يعني حضرتك شايلها فوق راسك، انت جررها. انت هتستغفر. فين الريسبشن؟ ما هو قدام حضرتك، انت بتسال كتير ليه؟ يلا قدام. حاضر اتفضل. قدام اتفضل. فين الريسبشن؟ اهو يا فندم والله اهو. ايه ده؟ ما شاء الله يا فندم، حضرتك شبه المصارع اللي هو ساعات بيبقى ستون كولد ستيف اوستن ساعات بيبقى جولدبرج بتاع حضرتك. واحده ثانيه من دي ممكن الاوتيل كله يقع فيه. انا عاوز اوضه. تمام يا فندم، في حجز؟ مفيش حجز، وما تقوليش مفيش اوضه. يا فندم لو مفيش اوضه احنا نبني لك اوضه فورا على البحر. ايه احنا هنهرج؟ استاذ حضرتك بس يا فندم، ممكن البطاقه ولا فيها قله ذوق مني؟ ده مش قله ذوق وبس، ده قله ادب منك كمان يا بيه. انا جسمي بتاع. يا فندم بس جسم حضرتك مش هيخش معايا في مكنه التصوير. انت هتستظرف ولا ايه؟ ما اقصدش سعادتك. طب ممكن بس اسم حضرتك؟ هيثم. هيثم. هيثم ايه يا فندم؟ هيثم وبس. هيثم وبس. تمام، مش عايزك تتعصب، لما تتعصب الترابيز هتقفش مش هنعرف نلعب رفرف. انجز. وانت المدرب بتاعي؟ الانسه دي نازله عندكم؟ اه دي ريم. انت تعرفها؟ هو في حد ما يعرفهاش؟ دي من ساعه ما جت وهي موقفه الاوتيل كله على رجل. رجل؟ لا يا راجل. صاروخ ارض جو. اول حاجه حضرتك، انا لولا ان انا احب البنت اللي جوه اللي اسمها فريده كنت اتجوزتها. اتجوزت مين؟ حضرتك كده بتقرص على الباي، ممكن يحصل لنا مزح. هو انت المدرب بتاعي؟ عليك امان يا فندم. انجز. ايه يا فندم؟ والبي ده كمان نازل عندكم؟ ايه ده؟ وانت مصور الفندق كله ولا ايه؟ انجز. البي ده هيبقى مين؟ ده مستر فارس صاحب الاوتيل. الاقيه فين دلوقتي؟ هتلاقيه مع ريم بيخلصوا تفاصيل الجواز. جواز؟ او طلاق حضرتك. انا حضرتك معصب نفسك، حضرتك معصب نفسك يا فندم، وانا ما رحبتش بيك الترحيب اللي يوافق بحضرتك. اتفضل يا فندم، اتفضل ادي ويلكم درينك. اه سوري. ايه ده؟ سوري يا فندم، اتفضل ويلكم درينك. اجيب طبق كاجو ولا ايه؟ ماشي يا عم هيثم. 37 ميس كول على الموبايل بتاع البت بتاعت الريسبشن. طبعا هتموت وتعرف مين اللي بعت لك صوري انا وفارس. حلو ده. ايوه فارس. ايوه ريم، انا كنت عايز اقعد معاكي شويه، ولو مش عايزه بلاش. لا خالص، انا كمان عايزه اشوفك واقعد معاك. طيب تحبي نتقابل فين؟ بقولك ايه، ممكن نتقابل في اوضتي؟ اوضتك؟ اه، اصل انا تعبانه قوي من ساعه ما صحيت الصبح ومش قادره اخرج من الاوضه. هقابلك كمان 10 دقايق في اوضتي، ما تتاخرش. اوكي باي. على فكره انا استثني سعادتك من 10% عربون اللي باخدهم مقدمه من التبس، وده مش عشان مديت ايدك عليا في اللوبي، لا ده عشان حضرتك تحوشهم لي وتدوني المبلغ كله على بعضه وانت خارج. ولسه قدامنا كتير على الاوضه. هانت يا فندم، هانت. اتفضل اتفضل يا فندم. انا اسف انا اسف، لا مؤاخذه، معلش. اتفضل. عايزاني اروح لها الاوضه. عادي، ما هي في حكم مراتك. لسه ما بقتش،
انت مش قلت لي اشكمها الاول؟ ايوه انت اول ما تخش تروح ماسك شعرها لف على قديك وخبطها في الكومودينو دب 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 كده. ها فرصه ان كنت لوحديك بتقول لك بقى احرجتني قدام الناس هزقتني والجو العبيط بتاع الحريم ده. طب ما تيجي معايا بصفتك المحامي بتاعي. يا ابني انت رايح تتجوز ولا ترفع قضيه؟ غريبة ان عمري ما كسبت في لعبة البس دي. نفسي اكسب مرة واحدة بس 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 مرة واحدة بس في هذه اللعبة. الحمد لله كسبت. قول يا كابتن. كابتن ياه فكرتني بايام زمان بايام ما كنت بأداعب الكرة وكأنها عروس مطلقة. طب قول لي يا بطل وينجز شفت البت دي النهاردة؟ دي ريم. هي مشهورة هنا قوي كده؟ كلام في سرك. من ساعة ما جت الأوتيل وهي موقفة الأوتيل كله على القدم أي على رجلي يعني. أنا نفسي أشوف الرجل دي. نعم؟ شفتها النهاردة ولا لأ؟ هي هتجيلي لحد عندي برجليها. مش معنى خفيف؟ أصل أنا المأذون اللي هجوزها على مستر فارس صاحب الأوتيل. الله يا سلام أنت اللي هتجوزهم؟ لايقين على بعض قوي تقولش عصفورين حصاوي وهيتحطوا في قفص واحد. ده انا اللي احطك جوه القفص وهتبقى اخر جوازه في عمرك لو الجوازه دي تم. عمري المهم انها تتم. على فين يا كوتش؟ ايه ده انت قاطرني بقى؟ تعالى بس امال اسيبك تبوظ اللي احنا عملناه. لا بص بقى متر ما ينفعش ادخل لها الاوضه. انا عارف تخاف من ايه لكن اخلاقك وتربيتك تمنعك تعمل اي كخ. بس تربيتها هي مش هتمنعها. يا سيدي ما قلت لكش كومها هد دماغها كده في الكومودين ودب دب 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 وخلاص. يا استاذ غلاب يا استاذ غلاب دي بتقول لي لو بيت بره ما تقوليش انا جايه منين ولا كنت بايته فين. لو بيت بره رجلك على رجلها بيت عند زميل معاها. يا راجل. طبعا. ايه ده دي الدنيا اتغيرت قوي. طبعا. طب ومين اللي هينام في النص؟ عادي. مش انت جوزها؟ هي انت واحد يعني. تعالى بس تعالى. طب بص انت بقى وقف لي بره لغايه ما اخلص. نعم افندم. اهو شفت اذا كنت انت خايف ان انت تقف بره امال انا هعمل ايه بقى لما ادخل جوه؟ لا بره شكلها وحش جوه انت واخلاقك بقى. طب يا متر عشان خاطر العموله يعني خليك واقف. اذا كان على العموله يعني خلاص انت اخويا وصاحبي يعني هقف وامري لله. بص هقول لك على حاجه فاكر فيلم اسماعيل ياسين؟ طبعا. اول ما اقول لك يا جزر كده اهو انت تخش لي على طول. جزر ايه وبتاع ايه؟ انت خايف منها كده ليه؟ امال بعد الجواز هتعمل ايه؟ يا عم يا رب ما اتجوزها اصلا. يلا يا عم ما تضيعش وقت يلا اتكل على الله كده سمي كده برجلك اليمين يلا بسمي. اسمي؟ سمي. انا هنا ما تقلقش انا موجود. تمام انت تمام يا متر. ربنا يقويك. مين؟ انا فارس. تعالى يا فارس الباب مفتوح. ايه ده؟ وكمان فتح الباب؟ يا رب يا ساتر. يا فارس تعالى. انا جاي يا حاج اهو. انت في السرير؟ تعبانه قوي. تعبانه؟ لحظه واحده اجيب لك دكتور. ايه ده؟ هو مش هتغير عليا من الدكتور اللي هيكشف عليا؟ هو انت تعبانه قوي كده؟ تعبانه قوي. بص حتى سخنه. انا كده انا لحظه. لا بلاش انا كده هتعبك. لا وبلاش الضحكه دي كمان. لا بلاش. ايه يا فارس اصل غلاب واقف بره. ثانيه واحده بقى. ما اصل غلاب انا بعرف. انا جاي بصراحه عشان اشكم عشان نتفق على تفاصيل الجواز. طب طالما هنتكلم في الجواز تعالى. بصراحه قعده السرير دي يعني هنقعد على السرير ولا هنقعد فين؟ السرير يعني قعدة السرير دي. تعال اقول لك على حاجة. الواد اللي تحت بيعمل كابتشينو يجنن. تعالي عندك تحت. بص مش هتعرفي تنزلي صح؟ ازقك على الترولي. يلا تعالي. وهون عليك. لا ما تقوليش. لا جزر جزر. هو انت عايز تشرب عصير جزر؟ لا يا نسون. لا لو سمحت. لو سمحتك انت. تحت امرك يا فندم.
تعرف البنت دي؟ دي ريم. ريم؟ انت كمان تعرفها؟ كلام في سرك يعني؟ هي من ساعة ما جت امبارح وهي موقفة الاوتيل كله على رجل. لا اله الا الله، وحضرتك كنت معانا ولا ايه؟ طب فين اوضتها؟ هي دي. هي دي اوضتها؟ شكرا. لا لا لا، بسم الله ما شاء الله. لا معلش يعني ما ينفعش تخشيها دلوقتي، معاها خطيبها. معاها خطيبها؟ لا شوف الفجر، هي اللي صممت تجيب اوضتها. لا وهو محظوظ ابن المحظوظه. سيدي يا سيدي. وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ لا ما هو ما عرفش يتصرف من غيري، قال لما احتاج لك هنده لك. كمان. والله انت راجل عسليه. اوي اوي الجو بقى حر قوي. ثانيه واحده ثانيه واحده، انا هقلع هقلع لوحدي. هقلع السخونيه دي جايه من ايه؟ جايه مني انا؟ بص كده انا سخنه ازاي؟ انت مش سخنه خالص. يمكن جسمي مش سخن بس قلبي هو اللي سخن. اصل انا من ساعه ما شفتك. يا نهار اسود، وكمان في السرير. هيثم. هيثم؟ مين هيثم؟ هيثم اللي كان خطيبي. وزن الريشه؟ باين عليه خس خالص. ايه؟ كنت فاكراني مش عارف اوصل لك؟ ممكن اعرف انتوا بتعملوا ايه في السرير؟ انت عايز مني ايه؟ انت مش فسخت خطوبتك معايا خلاص؟ انت عايز منها ايه؟ انت مش فسخت خطوبتك معاها خلاص؟ يعني انا اسيبك عشان تتجوزي بقى في ده؟ لا لا لا، بص كله الا الغلط. انت ضيفي والاوتيل ده بتاعي. حضرتك تحب تشرب ايه؟ ثانيه واحده. ارجع يا بابا. انت فاكره خايف منك؟ على فكره ده ممكن يدغدغك يا شيخه. انت هتجوزي؟ جزر جزر يا بيبي. ما هو انت لازم تفهمه ان احنا خلاص هنتجوز. هتتجوزه؟ لا لا، فكره، مجرد فكره بس غير قابله للتنفيذ. هتعمل ايه؟ يعني الصور دي مش فوتوشوب؟ لا مش فوتوشوب. لا فوتوشوب، فوتوشوب باينه قوي. انت بتصوريني من ورايا؟ وفيها ايه؟ ما احنا خلاص هنتجوز. انت بتسكتي خالص خالص يا جزر. جزر كمان هتتجوزه؟ طيب انا هقطعه لك 600,000 حته عشان اشوف هتتجوز انهي حته فيه. كابتن هيثم لحظه واحده، لحظه واحده، اضرب يمين بلاش شمال. هو في ايه؟ أنستينا يا أستاذة ريم، دي فاتورة التبس بتاعتي من ساعة ما جيت لغاية دلوقتي. أحسن برضو. طب ممكن بعد إذنك تديني موبايل البنت الغلبانة اللي اسمها فريدة؟ مالكش دعوة بالموضوع ده. حاضر. ريم هيثم اعمل نفسك مش سامع. لا ما أقدرش. ريم تقيلة أوي. نعم عايز إيه؟ يعني كنت سايباني وماشية من غيري؟ ما تقلقش هي ماشية معايا، اطمن. مالكش دعوة أنت. انت ايه عايز تصور قتيل؟ مش كفايه الاثنين اللي ضربتهم؟ انا سالت والحمد لله عرفت ان هم لسه عايشين. لا يا شيخ، كنت عايزاني اعمل ايه؟ اشوفه معاكم في الاوضه واسكت؟ على فكره بقى انا اللي قلت له يجي اوضتي لما عرفت ان انت هنا عشان ابطلك الغيره المقرفه دي. معلش يا استاذ هيثم. قلت لك مالكش دعوه انت. حاضر. طب والصور اللي جات لي على الموبايل؟ انا اللي بعتها، وبعتها من موبايل البنت المجنونه اللي بتحبه بتاعت الريسبشن. اجمد بقى يا استاذ هيثم، ما تخلينيش اعيط انا كمان. قلت لك مالكش دعوه انت. حاضر. خلاص يا سوري، انا اسف. هو اكيد انا زعلانه منك. خلاص بقى قلت لك سوري. طب والله شكلكم اتصالحتوا وهنفرح بيكوا قريب. اوعى تنسى تعزمني على الفرح. مالكش دعوه انت. حاضر. في البحر سمكة سمكة بتزق سمكة سمكة عالشطي عالشطو عالشطة. يا علا دي بتنفي ولا بتكسر يا جدعان؟ ما علينا يا عم شونج، انا قالب عليك الدنيا من الصبح يا عم شونج. لماذا؟ لماذا؟ العلوان اللي انت اديتهولي دوت محدش عايز يصرفه. بالطبع لن يصرفه لك احد لانك تقول اسمه غلط. اسمه ايوان ليس علوانا يا مغفل. علوان ايوان مالي؟ انت بتعمل ايه؟ بصطاد سمكا. انت بتصطاد سمك في البسين؟ اجل، والغريب لم تطلع اي سمكه حتى الان. هو انتوا عندكم في الصين بتصطادوا السمك في البسين؟ نحن في الصين عندنا اي حاجه في اي حاجه، السمك على البيوت وعلى الاشجار ويتساقط في الامطار. الله. طب بقول لك ايه، ما تاخد بقى الايوان بتاعك دوت وتديني حقي بالمصري. حقك بالمصري؟ أوه. انا لا املك نقودا مصريه ولكن ساعطيك هديه. امسك هذا الفانوس حتى تقول حلو يا حلو. ايه يا عم شونج وانا مسحراتي؟
دعك من الفانوس الآن وأخبرني عن صحة صاحب الفندق. لسه مفشفش من ساعة العلقة اللي خدها من خطيب خطيبته. ولماذا لا تحضروا له عروسا ليست مخطوبة؟ والله بقى احنا متكلين عليك وعايزينك تجيب له عروسة صيني. والله فكرة. سأحضر له عروسا ببطاريتين ألم. ألف شكر وتشكر قوي على الفانوس ده يا عم شونج. العفو، اذهب إلى الجحيم. ولكن قبل أن تذهب إلى الجحيم أعطيني الفانوس، هذه عينة، وإذا عجبك سأجيب لك الفانوس. هات. تفضل عم شونج. والله يا قمر، إيه ده؟ جميلة الجميلات. ميرسي. سندريلا. ميرسي. شبه نجوم السما. طيب. إيدك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه في يا مولانا؟ صلي على النبي كده، امسك نفسك شوية. أنا عايز أعرف أنت بتعيط ليه دلوقتي؟ دي دموع الفرح. أنا مش هصدق إن أنا أكتب كتب كتاب دلوقتي. يا جماعة هو أول حاجة بكتبها إيه؟ نسيت معلش. أنا بهزر. أيوه افتكرت افتكرت. مبسوط كده؟ أهي طارت منك. كويس إنك عرفت تتكلم. أنا قلت له اضرب يمين. اضرب في النص. أنا عارف أتكلم مش عارف أقف. ما هو لو عندنا دكتور عدل في الأوتيل ده كان عالجنا إحنا الاتنين. لا أنت بتلقح. لا بقول لك إيه، ما أسمحلكش تلقح عليا بالكلام. أنت فاهم؟ يا ساتر. إيه؟ في تريلا عدت على وشك؟ وانت كمان مستر غلابني اللي عمل كده؟ مين؟ ده الهضبة العملاقة؟ لو سمحت انت اللي عملت فيهم كده؟ بقول لحضرتك ايه؟ مش اي هياكل بتتاكل، اوعى تتعامل معانا كده. يا ابني انت في حد كلمك؟ انت بتستعبط؟ لا يا فندم، ده انا بس بقولك من باب الاحتياط. شش، ما اسمعش صوتك. حاضر حاضر. حاولت اهيبته مرضيش. واقفين عندكم بتعملوا ايه؟ لا يا كابتن ولا حاجه، حضرتك قال لنا انك انت عايزنا يعني. طب يلا تعالوا عشان تشهدوا. جراية يا كابتن بقى، الرحمه حلوه. هات ايش بقى، نشهد بقى وخلاص. هجبك بره وهتمرمطه وراها. اصبر ومش هتقول له بيتها فين. طبعا اهو بقى عشان الزغروطه الحلوه دي. اتفضلي الموبايل بتاعي. أي خدمة تانية يا كابتن؟ لا شكرا خلاص. يعني معلش يا كابتن، يعني كان طلب رفاعة كده يعني، بس لو 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 حضرتك شفت لنا عروسة كده مستر فارس، لينا الشهر دايخين على عروسة والله. يعني لو أختها موجودة. ماشي يا سيدي، أول ما نتجوز أنا وريم إن شاء الله نخلف له بنوت على قده ويبقى يتجوزها.